معايا كمان عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشة خبيرنا التحكيمي، يقول لنا رأيه كمان في طاقم تحكيم الغد بإذن الله بقيادة الكابتن محمود البنا. الكابتن جهاد مساء الفل، منور الدنيا كالعادة. كريم مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك ودايما متألق. أخبارك إيه؟ كله بخير؟ والله الحمد لله كله تمام. سمعت المداخلة اللي كانت مع الكابتن عصام عبد الفتاح من كام يوم ولا ما سمعتهاش؟ سمعتها. سمعتها مش في نفس اليوم يعني. مش مشكلة بس سمعتها يعني. الراجل بيكن لك احترام كبير يعني. والله بص انا كنت بتكلم وبرد وهو موجود في منصب. لما خرج من المنصب خلاص ما اقدرش ارد عليه، او بمعنى صح ما ينفعش ارد عليه. كفايه اللي كلاتنبرج رد عليه، الراجل اللي بره مصر وكده، واداله يعني على قد كلامه رد عليه. انت اكيد حرفت كلاتنبرج قال ايه. في الاخر انا مش هرد عليه، طول ما هو كان رئيس لجنه او مسؤول في الاتحاد الافريقي كنت برد عليه، وبرد عليه كويس جدا. وكل الكلام اللي كان بيقوله كنت بكذبه وبقول كلام مش مظبوط. وفي الاخر دلوقتي معلش هو خارج من المنصب وبره، وصدمه خروج من المنصب والقصه دي، فانا بعذره. وفي نفس الوقت اسمح لي، انا لما برد على واحد بكون فارس على حصانه، لكن لما انزل من الحصان انا ما ينفعش ارد عليه باي حال من الاحوال يعني. عظيم. تعال نتكلم على طاقم تحكيم الغد ان شاء الله بقياده الكابتن محمود البنا. هاي الاول كنت متوقع تعيين الكابتن محمود البنا لهذه المواجهه؟ والله انا قلت في برنامجي الاذاعي، وقلت في على الصفحه على السوشيال ميديا ان انا متوقع اربع حكام هم الافضل في الفتره دي، ومتوقع يتم اختيار واحد منهم. كان امين عمر، محمود البنا، بدون ترتيب امين عمر، محمود البنا، محمد عادل، محمد الحنفي. وقلت يمكن امين ومحمود هنستنى اجتيازهم الاختبار الكبير اللي كانوا فيه يوم الماتش الاخير في الموضوع الهبوط. امين كان في ماتش غزل المحله والداخل والبنك الاهلي، وكان محمود في ماتش الاسماعيلي والداخليه. طب ليه يا كابتن جاك كنت مطلع الكابتن ابراهيم نور الدين من ترشيحاتك؟ انا لا مش مطلع، هو الراجل دولي وموجود في القائمه الدوليه. بس انا بتكلم على الافضل في الفتره دي. الافضل اللي الافضل الفتره دي كاداء، الافضل الفتره دي كقبول من الناديين الكبار، الافضل في الفتره دي اللي ممكن ينجح بالمباراه، لان في الاخر لجنه الحكام بتختار اللي ممكن ينجح للماتش. انا عايز اختار العنصر اللي نجح او العناصر تنجح المباراه، عشان ده في الاخر في التحكيم المصري يعني. في وش التحكيم المصري يعني. فهو قلت اربعه اختار منهم واحد، وكنت مستني ابراهيم اسمه محمود وامين. الماتش بتاعهم طبعا ربنا يكرمهم ويعدوا بنجاح. لما عدوا بنجاح قلت خلاص هم دلوقتي بستاند باي، موجودين من ضمن اربعه مرشحين. وكمان عادل برضو عمل فار في ماتش كويس، وحنفي عمل فار ماتش كويس، وبتاع الاربعه كانوا موجودين في الصوره بصوره الى حد ما متساويه، وهم اختاروا امين اللي اختاروا البنا واختاروا موفق. اتمنى له التوفيق. محمود ابو الرجال من احسن المساعدين الموجودين. سامي هلال عامل بطوله تحت 23 سنه من افضل ما يكون. احمد حسين برضه موجود في الفي ار من احسن المساعدين الموجودين في افريقيا. فبتتكلم على هو اختار طقم الى حد ما الافضل الموجودين، وبالتالي اتمنى لهم طبعا كل توفيق. ويمكن على صفحتي الشخصيه نزلت كامل التوفيق للطقم اللي موجود، وان شاء الله يشرفوا بكره التحكيم المصري باذن الله. انت بتقولي الى حد ما هو الافضل، طب مين الافضل على الاطلاق يعني؟ لو الى حد ما ده الطاقم الافضل، مين كان هيبقى يعني الأفضل؟ انا اتكلمت على تقنيه الفي ار. احمد الغندور من الناس المميزه جدا الفتره كحكم في ار، ما اقدرش اشكك في احمد الغندور. احمد الغندور حكم من الحكام الكبار، لكن احمد الفتره دي ما لعبش في ار فتره كبيره، بقى له فتره ما لعبش في ار في الماتشات الكبيره بالذات. وتكرار لفريق معين بعينه سواء اهلي او زمالك فتره كبيره برضه تكرر بصوره كبيره. فانا انا قلت الاختيارات في تقنيه الفي ار، انا حصرتها بين ثلاثه كلهم الافضل حاليا بالنسبه للاتحاد الافريقي، او الاتحاد الافريقي لما بيتكلم على في ار في مصر فيقول لك محمود عاشور رقم واحد، محمد عادل رقم اثنين، طارق مجدي رقم ثلاثه. فبتكلم ان مين اللي لعب في بطولات قريب في الفي ار، مين اللي لعب في شارك الاتحاد الافريقي في الفي ار الفتره القريبه، وحط معاهم كمان واحد لعب في كاس عالم شباب عمرو الشناوي. بتتكلم على ناس شاركوا في مشاركات دوليه. فانا طبعا لما تيجي ترشح في ماتش كبير زي الاهلي والزمالك هتختار ده، هتختار منظر ده. وتاني حاجه احمد الغندور انت حاكم كويس، انت الناس برضو لازم تطلعه من الضغط اللي هو كان فيه. هو خارج من ماتشين في مشاكل، ماتش الزمالك والاتحاد وماتش الاسماعيلي والاهلي، فليه تحط سبوت عليه وليه تحط عليه ضغط كتير في ماتش بكره؟ ده كان وجهه نظر شخصيه، لكن اتمنى له طبعا كل توفيق. هم اختاروا خلاص،
اتمنى لكم التوفيق. كنت اتمنى ان هو يبعدوه عن الضغط بكره، لكن موجود معاه مساعد احمد حسام طه برضه ان شاء الله هينجحوا ان شاء الله الاثنين، ونبارك لهم ان شاء الله بعد المباراه. لكن انا بتكلم وجهه نظري كان لازم يبعدوا عن ضغط مباراه بكره، ويدي من الاسامي اللي قلتها انسب لمباراه الغد، لكن في الاخر ده اختيار لكن الحكام. اتمنى لاحمد بكره كل توفيق، لكن كنت اتمنى ان هم يبعدوا عن الضغط في مباراه بكره عشان الاحداث اللي حصلت في اخر مباراتين، ماتش الزمالك والاتحاد وماتش الاهلي والاسماعيلي. كابتن جهاد جريشة خبيرنا التحكيمي الكبير، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.